بيدي ريشة ألوان، أبحث عن لوحة، وما أجمل من لوحة؟ لوحة مخيم الجلزون إلى شمال مدينة البيرة. لوحة فنية، في كل زقاق بهذا المخيم هناك حكاية، هناك حلم، هناك تعبير، هناك الحياة بكافة أبجديتها. اليوم في برنامج آيكونيك نبحث عن شخصية فنية وهي زهور أبو رحمن. تابعوني. أكيد بعني لي الفن، بعني لي حياة، وبعني لي فكرة، وبعني لي رسالة إنك توصليها يعني عن طريق الريشة وعن طريق الإشي اللي أنت بدك تطلعي على كان على جدارية ولا على ورقة أو على أي إشي تاني يعني. احنا الاخت ازهار اللي تم اختيارها حتى تكون معنا في البرنامج، يعني عندها طرق بعمليه الرسم على الجداريات او رسم على الاوراق بطريقه يعني حتى اتعلمت من جديد هي ونمت هاي الفكره عندها اللي هي رسم على الابعاد الثلاثيه. واذا مشينا احنا في بعض المدارس وبعض الروضات اللي قامت بتثبيت او بترسيخ هذا الفن على الجداريات اللي موجوده داخل المؤسسات هاي، واحنا معنيين ان ننمي هالملكة عند هاي الصبية، ولقدام بالكي ان قدرنا نعملها معرض حتى يعني خلينا نقول على مستوى بسيط داخل القاعات اللي موجودة عندنا في المركز. أول رسمة رسمتها في حياتي كانت تجربة إني أرسم أشخاص، كانت صورة وفاء إدريس، كانت هي شهيدة وكنت أنا وياها صحبة، فحاولت إني أرسم صورتها وزبطت معي. أنا الأغلب بحب أشارك في إشي بخص الجداريات وهي الأشياء لأني كنت متمكنة، وبالنسبة إلنا يعني كمخيم فيش فيه كثير إنه بنات بتطلع بترسم جداريات، يعني الأغلب تيجي هاي الشغلة على العقلية اللي عنا والعادات والتقاليد وهي الأشياء اللي بخصوا يعني إنه الزلمة بتيجي أكثر رجل من البنات، بس إنه يعني كجداريات أنا بحب أرسمها. كل الجداريات بتعني لي، بس هي أكثر جدارية بتعني لي هي جدارية محمود درويش، لأنها هي إلها قصة خاصة. لأن أول شيء أنا من عشاق محمود درويش، كان أشعاره وهيك، وإنه كمان عنده وطنية كثير كثير، وكمان شغلة إنه قصته كثير بتعني لي، لأنه أول تجربة كانت إلي على الحيط إني أرسم شخصية عامة، أخذت مني أكثر من يوم لأني كنت أول مرة بتبع هذا المنهج على الحيط، إنه دائماً يعني متعود إني أرسم على الحيط جداريات، رسومات طبيعية، أطفال، إشي زي هيك. أما أول مرة كنت بساوي جدارية إنها بشخصية عامة، بالذات الشخصية العامة أكيد بيكون الناس كلها بتعرفها،
ولازم تكون بالضبط، مش إشي أنت تختاريه من عقلك. الفن زي ما احنا عارفين انها رسالة، وإلها يعني رسالة من جميع النواحي، وبالتالي تركيزنا على موضوع الفن بأخذ عدة أبعاد. البعد الأول اللي هو على قديش ينمي قدرة هذا الشخص حتى انه يقدر يقدم ما يجول في خاطرة عن طريق لوحة جدارية. وبالتالي إذا بتمشي في جوارع المخيم وأزقة وحارات المخيم راح تشوفي صور مثلا عن الصور للأقصى، قديش بتثبت علاقتنا بالأمور الدينية اللي موجودة عندنا في داخل المخيم، صور عن الهجرة، صور عن المقاومة، صور عن الكثير بنشوف صور عن خارطة فلسطين التاريخية، مش خارطة الضفة الغربية وقطاع غزة اللي مقتطفة لحالها. جزء آخر بنلاقي صور كثير عن المفتاح اللي هي بتثبت علاقة اللاجئين وإنه وجودهم داخل المخيم صحيح إلهم تقريباً 40 أو 70 سنة عايشين في داخل المخيم هان، ولكن لما بنشوف إحنا صور عن المفتاح وحق العودة هاي، وبالتالي بنأكد على إنه وجودنا في المخيمات وجود مؤقت مش أبدي ومش على طول، على الرغم من إنه كانت الناس قامت في عملية استثمار وتعليم ولبلبلب كل هالأمور هاي، إلا إنه حق العودة هذا لا يمكن إنه التنازل عنه. هاي بترجموها الفنانين عن طريق صور جدارية اللي أو عن طريق أشعار بتكون مرسومة على الجدران في داخل المخيم. أكيد بدها تكون الجدارية بتخص الإشي اللي أنا بدي أقوم فيه، يعني كان مثلاً مدرسة زي هاي المدرسة، مدرسة ذكور وثانوية، يعني عمر كبير، أكيد الرسومات فيها بدها تختلف عن الرسومات اللي بدها تكون في روضة أطفال يعني مثلاً، أو حضانة أو إشي زي هيك، أو مكان وطني مثلاً، أو مكان ترفيهي، أو مكان هاي الشغلات هي بتحدد شو أنا اللي بدي أقوم فيه. وكمان برضو شغلة إنه إحنا بنعطي آرائنا أنا واللي بده الرسام، وبنتفق على رأيي بالآخر. أكيد المخيم بيعني لي المكان، أول شيء هو المكان اللي أنا بعيش فيه أو اللي أنا نشأت فيه، طفولتي فيه، مراهقتي فيه، مثلاً أطفالي عايشين فيه، أهلي عايشين فيه، يعني أكيد بيكون مكان مقدس عشت فيه مراحل حياتك، فكل مرحلة من المراحل أو زقة من الزقاق بتمثل لك إشي انت حابه. ممكن انت كفنان ممكن انه لو في امكانيه انك تطلعي كل الاشياء اللي عندك هذه او الذكريات او على الحيطان مثلا بشكل حلو. الألوان بتعكس نفسية الإنسان، يعني حتى من هاي الشغلة بتعرفي مين اللي رسم هاي الرسمة،
عن طريق الألوان بتعرف بتعكس نفسية الشخص. يعني في مثلا إذا كان واحد متضايق الألوان بتعكس، حتى الإيد وهو يرسم بتعكس إنه البني آدم متضايق أو مش متضايق، أو مرتاح وهو برسم أو مش مرتاح. والألوان أكيد طبعا بدها تعكس النفسية عليه، إنه بتكون ألوان مثلا فريحية، ألوان غامقة، ألوان نفسية الإنسان هي اللي بتتحكم في هاي الشغلة. هو ميولك وإنت شو بتحبي. أنا بميزني عن غير التنوع، بتبعش نظام معين في الرسم وبضلني ماشي عليه، فبخلي اللي يشوف الرسومات ما يعرفش بالضبط مين اللي رسم. مثلاً في سيستم معين بأخذه الفنان وبضل ماشي عليه هو بميزه. مثلاً أنا أول ما أشوف هاي الرسمة بعرف فلان اللي رسمها، في إله نظام معين متبعه، أنا بتبعش نظام معين. يعني شو بحب أجدد وبحب أتعلم شغلات جديدة وأطلعها، فهي الشغلات بتميز برضو البني آدم لما يكون يرسم. أحكي لك إنه حابة أوصل للعالمية، إن شاء الله أوصل للعالمية، بس حابة أوصل لأكثر من اللي أنا فيه. هلا في كثير قمنا احنا بالمركز بتنميه هاي الملكات عند هدول الفنانين من خلال التنميه، ومن خلال فتح ورشات عمل للشعراء، وممكن كنا كمان عاملين اللي هي زي لقاءات مع اشخاص يعني يقدموا اشعار، وعملنا امسيات شعريه كثير مرات كانت تمر عندنا، بس للاسف كانت فتره الكورونا اللي هي ما كانش فيها اجتماعات وما كانش فيها تقدر تجمع عدد كثير من الناس، كان التفكير انه ينعمل اسبوع الجلزون الثقافي، وهي ضمن اتفاقيه كانت مع وزاره الثقافه تم توقيعها، انه انطلاقه مهرجان الثقافه كان المفروض يكون من داخل المخيم بال 2020، والامسيه الثقافيه هاي كانت تشمل شعراء، أدباء، فنانين، عازفين، مغنيين، فرق للدبكة، فرق للأناشيد. هاي واحدة من الأشياء اللي إحنا بنركز عليها حتى نقدر ننمي هاي الملكات وهاي القدرات اللي موجودة عند الصبايا والشباب داخل المخيم. أول معيق كان إنه العقلية عندنا في المخيم والعادات والتقاليد وهاي الأمور أولها كانت مش متقبلة قبل سنين، من ما يصير فيه شوية انفتاح. لما صار فيه انفتاح للمجتمع عندنا، يعني صارت هاي الفكرة شوي مقبولة كبنت أو متزوجة أو إشي وبترسم في بيوت وإشي زي هيك، بس تعديتها الحمد لله، يعني وقفت فترة بس تعديتها. والمعيقات طبعا عندنا في المخيم اكيد مش موجود الشيء يعني اللي بيقدر يطلعك لبرا، او مثلا الداعم انه يكون في داعم رئيسي للناس اللي زينا اللي بتحب ترسم تكتب شيء زي هيك، مش موجود يعني هالدعم الكبير. اكيد بشجع اطفالي على الرسم ونفسي كلهم يكونوا زيي ويتعدوا كل إشي بمر بحياتهم ويوصلوا للي هم بدهم إياه، كان رسم، كان حد موهوب في الكتابة، أي موهبة
بتمنى إنه الواحد يتبع لأطفاله إذا كان عنده طفل موهوب في أي مجال إنه ينمي له إياه. أكيد الفن رسالة، وأنا أحب رسالة توصل للجميع، ومش إنه إحنا تحت ظل الاحتلال أو بمخيم مثلاً إنه ما فيش ناس موهوبة، ما فيش فنانين، ما فيش ناس عندها مقومات إنها تطلع لبرا أو تكون زيها زي غيرها وأحسن من غيرها كمان. فأكيد رسالتي حابب توصل للجميع. هلا الرسالة ممكن إحنا نوجهها من خلال الفن، إنه في بعض يعني كنوع من أنواع المقاومة وتثبيت الحق للشعب أو للقاطنين داخل المخيم، بتثبيتهم بحق العودة، عدم التنازل عنها كنوع من نوع المقاومة. حتى في بعض الأشعار اللي ممكن تنكتب على الجداريات هاي إنه اثبت هذا الحق لهاي الناس.